الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، اللهم يسر أمورنا وافتح صدورنا ونور قلوبنا وصلح الصالحات أعمالنا آمين آمين يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله بشرح فقرات البرنامج والإشارة أن نعرف النفس التي نتعامل معها. الله عز وجل دار في الإنسان نفس، وهذه النفس هي السبب كاع الفساد اللي كاين في الدنيا كاع. النفس والشيطان، وسيد ربي دار هذا الشهر المبارك باش غادي يساعدنا حنايا باش نكونوا مقادين. ابليس لعنه الله مع الجنود ديالو سلسلهم وقال لنا ايوا قابل انت النفس ديالك. النفس خص تتربى وتتنتقل من النفس الاماره بالسوء، وإلى ربيتيها وبرطيها ودمرتي عليها تتنتقل للنفس اللوامه اللي تقول لك حشومة عليك. باش تجي تصلي سميتو قيام الليل تراويح بكري فتكبيرات الاحرام تتلومك فين ما كان شي حاجه ديال الخير تتلومك عليه، معناها راه تحسنت الحاله ديال النفس. عندنا المرحله العاليه هي النفس المطمئنه اللي قال فيها سيدي ربي سبحانه وتعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أرانا دابا الأغلبية اللي كاينة عندنا في المجتمعات هي النفس الأمارة بالسوء. نمثلوا جوج الأمثلة باش تشوفوا كيفاش هاد النفس هادي دايرة. نعطيو مثال في القسم، باتفاق جميع العلماء أن أحسن جلسة للتلميذ هي يكون جالس هكا والعمود الفقري ديالو مقاد ويكتب، والعمود الفقري ديالو مقاد هو تيكتب. النفس تقول ليه لا، وتصيب لك 91% ديال التلاميذ داير ها ومتكي على الطبله وجالس يكتب، وتصيب اللذات ديالو في ديك العوجيه. هذيك العوجيه معناها راه هذيك هي النفس اللي عوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم في ماكلة يقول لك انما انا عبد واكل كما ياكل العبد، حيت تنجيو نحللوا هذا الشيء علميا تنصيبوا بان الماكله مزيان الانسان يكون جالس مزيان باش تدوس الماكله في الجهاز العظيم قادة. الناس تقول لك لا اتكا وديروا ساده وتبقى دير شي ماكله كيفاش، بمعنى النفس عوجه وتتبغي لك الحوايج العوجين. وانت اشنو خصك دير؟ خصك تخالفها. علاش؟ باش تمشي مع الحوايج المقادين. وباش مثلوا العلماء ديال التربيه هذه النفس هذه قال لك مثلوها بحال الدري الصغير، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهمي. دابا حنا تنعرفوا اش من ثواب كاين ديال الصلاه ديال التراويح ديال الفجر. تيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم افضل صلاه بعد الفريضة صلاة الثلث الأخير من الليل، هذه أفضل. وسيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الأخير من الليل. النفس تقول لك مالك أنت في هذه الزربة وغتمشي تجري زعما، واش غادي تصور أنت كاع في هذا الشيء هذا؟ وخيرك شوية زعما ولا درتي جوج ركعات الحمد لله أنت فضل كاع من هذوك اللي راه كاينين ما تيصليش كاع، وتتجي تفلت عليك النفس وتتجي وانت مؤخر فاتوك ثلاثة دركات ستة دركات ولا فاتوك أربعة دركات ولا فاتوك دركات ولا فاتوك تكبيرة الإحرام. النفس مازال ما لحقاتش عندك اللوامة قالت لك عشتي هات كبيرة الإحرام فاتك وعندك خدات فوتك وتتصيب حارس الآخر مني مع راسو وعافية. هذه النفس. النفس باش تنزيد نشرحها لكم مزيان باش تكون واضحة، التلميذ في القسم ما كاينش مثلا كملنا المقرر كمال المقرر وغادي يجيو يجلسوا التلاميذ في الطبله وفي الظل وإلا بغى يهضر هذا مع هذا، ورغم ذلك تيتفقوا تيقول لك اودي لا غادي حنا ما ندخلوش، وتيخرجوا للشمس وجالسين على حجرات ماضيين والغبره وناشط مع راسو. شتي النفس اشنو بغات؟ النفس تترفض هي الانضباط، رفض الانضباط. انا تنصلي جوج ركعات وتنسلم مكه وتنشوف شي وحدين حيت كان الامام تيصلي وتيشوشو شي وحدين تيهضروا
واش غادي تتبع مع الامام ولا هادو اشي يقولوا دابا دابا وقت الصلاه ما كاينش هضره وتتسلم وتتصب لك شي واحد جالس دايرها جالس يو هادو الناس واش يديروا زعما دابا فاهمين حتى اللي فاهم انت انت داير خطر للنفس والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تطمه يلفطه خصنا الانضباط شوف النفس اش تقول لك حتى تسمع لي انضباط تقول لك مالنا حنا في العسكر زعما غير العسكر هو اللي خصهم يكونوا منضبطين اما حنايا خصنا نديروا ما بغينا ودير اسيدي الحريه هذه ماشي الحريه هذه الفوضى تسمى هذه الفوضى لهذا الى تعلمنا في هذا البرنامج هذا باش نضبط اشوف هذا البرنامج جوج هذا نص جوج لا جوج هذاك راه على حسب التوقيت الاولاني ديال النهار الاول ودابا نزيد واحد قسمين ولا شي حاجه هذا دابا شي واحد اللي عاد النفس ديالو باقي شويه اما اللي نص في الضياء راه ما نعش اللي نص في الضياء راه ما نعش مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كره الحديث قبلها اي قبل العشاء النوم قبل العشاء والحديث بعدها كره قال لك لا علاش انها تتخالف هالدس ديالك وتتهلك راسك قال لا خصنا ما نمشيوش حنا ورا هاد الناس نضبطو نقول ان شاء الله دابا صافي خصني نعس بكري شنو عندي هنا في البرنامج عندي 11 غادي نعس ان شاء الله تعبان واحد نص ساعه زايده ولا شي حاجه شي بس مكان علاش باش ما تجيش لهنايا وتسكع الحيط ودير اسمع راسك انت جاي المهم انت جيتي لا اسمعني سير موضوع اليوم افيقوا اسي حركة اللي حدا سبحان الله جمع راسك فلهذا هذا شيء دابا لو كان كنا ناعسين في 11 غادي نوضوا في جوج مريحين مع راسنا مريحين فلهذا هكا هادشي دابا الان شنو تنديروا راه حنا في جهاد راه الجهاد واحد الاثر روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك رجعنا من الجهاد الاصغر جهاد العدو الى الجهاد الاكبر جهاد النفس كاين منا تعرف لا بنتي يقول لك انا 30 عام وانا داير الجمل هاد النفس هادو هي تتهرب ليا ولكن 30 عام اتصلت ليا مزيان ولات في يديا ولهذا لا تخصنا هاد النفس هادي راه دابا راه ماشي هادشي اللي تنقولو راه ساهل شي راه شي حاجه صعيبه وعندنا العلماء فرقوا ما بين المعصيه اللي تيدفعك ليها الشيطان والمعصيه اللي تدفعك ليها النفس كاين فرق فين باش نعرفوا دابا واحد المعصيه درتها شكون اللي دفعني ليها واش الشيطان لعنه الله ولا النفس لان دابا الشياطين هي مسلسله واش خارجين البنات والعيالات للزنقة عريانات ولا لا عريانات داير ما كاينش ولا لا تصيب لك الشاج في نهار ديال رمضان وليس شي وحده تيقول لها اللهم اني صائم وتيشوف فيها هكا واش هادشي كاين ولا ما كاينش كاين هادشي هذا فلهذا شكون اللي دفع على هذيك المعصيه النفس لهذا باش غادي نميزوا المعصيه ديال النفس والمعصيه ديال الشيطان المعصية ديال الشيطان خصو يشدك تيقول لك هو عنده واحد المبدا العظام الفكر والولي فلت هذا هو المبدا ديال الشيطان تيقول لك اش بغيتي تصلي دابا في الجامع مالك انت الحمد لله وشكرو اللي تصلي بعدا ما راه كاين اللي ما تيصليش تقول لي عندك الحق الله اكبر صليتي في الدار هذا الشيطان على الله نطي بركتي لازم تبدا الله ينعل الشيطان توضيتي فاذا به ضربت واحد عشرة واش سيكم سير الدار كاع ضرب ديك العشرة واش دار انت هذا الشيء هذا ها هو دابا الشيء اللي لك ابليس على الله تيحاول يندمك جيتي للجامع جيتي للجامع رديتي الايمان تخرجي شويه اسال يا سيدي واش حنا غادي نبقاو بايتين هنايا شحال بايتين علاش شحال غاتجلس ثلاثة سوايع اربعة سوايع كاع بهذاك الكلاس وكل شيء ليه ما كانش ربع ساعة علاش النفس تغلي ما بغاتش ولكن تمشي تجلس في القهوه ولا شي حاجه ثلاثه تنسنيوها تنقصرو جلس ثلاثه سوايع اربعه سوايع نقصر هو كاع شتي العمل ديال الشيطان خصو يشدك النفس لا تتحرص على واحد المعصيه تتقول لك انا بغيت ندير هذه ماشي هي فلهذا حتى نقارنوا الوسوسه والمعصيه ديال الشيطان مع ديال النفس تنصيب المعصيه ديال النفس اصعب من ديال الشيطان لهذا غدا يوم القيامه حيث سيدي ربي غادي يقضي ما بين العباد ويدخل من يشاء برحمته الى الجنه ومن يشاء بعدله الى النار
ابليس على الله سيدي واحد الخطبه فصل هذوك مالين جهنم هو اللي تقول له صافي بصو. قال تعالى في سوره ابراهيم وقال الشيطان لما قضي الامر هذا لما قضي الامر دخلوا اللي غادي يدخلوا الجهنم ودخلوا غادي يدخلوا الجنه هو فوز جهنم تيخطر وقال الشيطان لما قضي الامر لمن قال هذوك اللي راهم في جهنم هذوك اللي دخلوا الجنه ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم بحال اش مثلي ونخصموا بهذا المثال بحال اش مثلو عندنا جوج ديال التلاميذ غيبوا مشاو للاداره باش يشدوا ورقه واحد الميد كاس مفطي هو فلهذا حيت جاب ليه علاش طيبتي عندي العذر فلان ولاد وانت علاش غيبتي قال لي هذاك راه ما كاينش قرايه غير قال لي ما كاينش قرايه والاخر ساق خرج الباب الدار قال ليه اش كغادي يا بنت في 8 راه ما كاينش قرايه اليوم بصح سد الباب ورجع العز ما كاين عيد وطني ما كاين عيد ديني ما كاين عيد حتى حاجه والو المهم هو الداخل ما فيه ما يقرا عنده استعداد من الداخل غير قال لي الاخر راه ما كاينش قرايه سد الباب ومشى تكا شكون هو الا جينا نتحاسبوا شكون اللي هو عنده الخطا هذاك الاخر قال لي من الفم ولكن ما صغيروش قال لي ما تقراش فلهذا هو عنده استعداد هذا هكا حنا مع ابليس على الله ابليس على الله تيقول لك واش بغيتي انت تمشي للصلاه ديال التراويح كاع ونزيدو كاع وتنصحها قال لك سيدي ونزيدو كاع الرسول صلى الله عليه وسلم وما تيقولش هو صلى الله عليه وسلم تيقول لك والنبي راه عمرو ما صلى كاع سميتو هاد الصلوات اللي تصليو نتوما اصلا هو على 11 ركعه ما زاد على 11 ركعه فهمت هاد شوف الكتاب ما زاد على وحتى تكون بحال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيصلي في الركعه وحده 19 الاحزاب وسعتو ركعة وحدة كان تيصلي سورة البقرة وتيزيد ليها سورة النساء وعاد تيرجع عاود لسورة آل عمران عاد باش يركع تخدم انت هادشي هذا راه شي واحد شي إمام مشى صلى شي تيعاودو دا العشاء البقرة قال الله أكبر بدا الآية 10 20 30 واحد قال لي أنا بعدا السلام عليكم وخرج بالواقفية هو مشى في الطين هذا الهضره حنا نبقاو كاع تنستناو حنايا السلام عليكم في الطين هذا الهضره فإلا بغيتي هذا الشيء قال ودي داك الشيء اللي دار الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه تفطرت قدماه تنبلوا ليه رجليه بالوقفية شتو إلا بغيتي اسميت 11 ركعة يلا ودي لي 11 ركعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت هذا ما درتش ولكن شكون اللي قال لك هادشي هذا؟ قال لك الشيطان على الله النفس اشنو دار؟ صرت انا الجنه والناس لا 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 سيدي راه السنه اللي تنطبق وبغيتي تطبق السنه وخلي الصلاه ديال الشفع على الاستاذ ديال العشاء ديال الصباح لا 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 لا, لا. بغيت انا ديال العشاء ماشي ديال الصباح وهذا الشيء راه كاين في ميدانس وفي اغبالو كاين في سميتو كاين هاد النواحي هادشي تيصليو العشاء والجامع تسد حتى الاذان الصباح ما كاينش هذا الشيء هذا ديال التراويح ما كاينش هذا 8 ركعات ولا شي والو اللي مشى تمايا هذا الشيء اللي كاين الناس عاجبهم الحال ولا شطين احنا الان تنهيئ لكم النفوس باش غادي تنضابط مع هذا البرنامج هذا لانه راه ساهل القراول ولكن صعيب التطبيق ديالو راه صعيب وهذا الشيء قلنا هذا البرنامج راه ما غاديش نقتصروا فيه على رمضان لا راه غادي يمشي الحياه ديالنا كلها ماشي بهذا الشيء اللي فيه كله ولكن بالمواد ديالو اللي غادي نحافظوا عليه اما هذا دابا راه السقف مرتفع ديالو على حساب رمضان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم